Alhamdulillah Rabbil Alameen As-salatu was-salamu ala ashrafil al-anbiya'i wal-mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam Allahumma ba'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una wa alhamdulillah ala kulli hal Wa aynu ku jirnay ahkaamdi salaada Wa aynu ka soo baxnay sunnayaashi salaada halkana wuxuu sheekhu inoo ogolayaa raximallahu ta'aala waxyaani makruuhaadka ahaa ee salaada loo karaahiyeysanayay wuxuu waa makruuhaatuha waxyaalaha salaada loo karaahiyeystaa waa jacalu yadayhi labadiisa gacmood oo uu yeelo fii kumayhi labadaa kume halkaa qamiiska marka gacmo ay ka soo baxaan عند تعرمه مركب حلان اليوم وسجوده سجوده سا والتفات ضيموض أي أيضنا لك رهيسا وإشارة مفهمة إيا إشارة إيا فرفيقد أما ملك روكو إشارة وحفانسين إيسا وجهر قرقادد أي لك سابي محل إصرار ماشي قرادة إيا آخرين دهوسلو ديئي وعكسه يتعكسه وجار خلف الإمام هي إمام قدب ذي إنه قفق مركع قرده يستقون الله جهره وعشاق الله رحمه الله تعالى ومكروهاتها صلاة وحيانه لو كراهي السنة وجعل يديه لبدي سقع موضن يالو في كميه لبدي سقوم كم غوح الله يرهضه هل كان مركع قعند الغجل يقميسك oo gacmihiisa markaa intuu sida u laabo fi inda taaru markuu xiranayo markaas ay yiraahdo markuu sujuudayo iyo markuu rukuucayo uu ku qariyo laana wala dooraya iyagoo magshuub oo faa'iidan inuu markaa ku xidho oo markaa ku sujuudo oo ku rukuuco tawaaducu ayay markaa amineysa waltifaatun daimat oo wajigiisa markaa duduwo laabta inuu duwo oo weeciyaa ayada salaada way burisaa laakiin wajiga inuu leexleexiyo hareeraha eego xaajalaan iyo dallaan waa karaaho nabigeenna sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay baala daymoodka ayaa eegida salaada leexleex la eegayo inay tahay dhufsasho iyo la carar oo qofkii salaadii shaydaan kala cararay حديثك هو ورنا يا إمام البخاري أبو داود يا ترمذي يا نسائي أي ورنا يا عائشة لقى ورنا يو وحال ويدي أو عائشة النبي كويدها ضيموتك يبا لأيقا ننكو الصلاة دل أحد وقفكو الصلاة دل أحد وقفكو سمعين أيو وكاسان النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاته العبد ونفس الشوق ودو صدايو كرع الرئيس شيطانكو أدونك سلاديسي ديترا سلاديو شيطان كرع الرئيس أيو سي إيجي حتى لكن حاجة يباهي چرتو دي مثلا هدو قفقو أمريكا سعيدا الإسلام دي إلى لو يحي أما عدو يو حسك إيجي دي أمريكا هو يربع لديمون كرايو تاسي وحدبا كما سقنا hadii kabiye ay miqwaato wax la inagu ibtileeyay dadka laga xada masaajidkii haduu xagga dambayay oo ka yala kolbeel qorka ka yar eego hayaduna waxba dhiba mar laakiin bedeli haja ayaan marka karahiyaytay sida ugu wanaagsan ee marka khushuucdana waliba keenta waa inuu qof googa maxal sujuudi halka uu ku sujuudayo laakiin hadii uu hareeraha eego oo kolba meel eego يعني فكر كاجي يا عقل يا مسكح ذا ذي نوح الراعي يا وح ذي جي يسون ده ترى خشوع ذي يتدبر كيا وفرسيا تكون سمين لهيد قردي أخذي يسي يا الله دور تاجني ذي الله اللي يسيبه وح صرنا المركا وات كتش يسوي يسوي وح ذي ما ريسو أيوم بعد مركا راعي صا وأنا أرين رندي مهم هو هل كان محل سجود كين لك ده قار خد بعد ده سيبا مركا سنة ده سنة اللي قلتشرو يا سنة ده لقى بحال يسكب الفديو qaar baad moodaysaa inay xoolo bidhaaminayaano xaggaa eegi oo xaggaa eegi oo xaggaa kuma gees u jeesanayeen wa ishaaratun mufimatun ishaara wax faansiinaysa ayaa iyaduna kale ayaa ama gacan ha ku ishaaro ama madaxa ku ishaaro
أما إلها كو إشارة أما اللوغو يكو تابشاها كو إشارة إشارة مفهومة وأنا حاجة إيا مركز باهي مدنما أنا يجرين أيضنا واكراهو لكن هذه أي حاجة إيا باهي أي يجرتو أو دي قوف سلامة يوكرا مركز أما قوف مركز دون إيا إنو إذا إساء إساء قبانا يو إساء عرين إيا يعني تاسا أيضا واحد بأو إلا إذا هي مجرتو وجار بمحل إصرار إنو لجارة وكور وقع هذا آخرين تي ميل هو سلوديغو سرادي دهوريا سرادي عصر مركو حدو إنو دي فاتحة دي ونرخا قرق نواقو وعكسو إياسي ذا عكسي جيد ومعنى هادو يهي إنو إسكاسي رئيسو ميل كورلو قادي سرادي مغرب سرادي عشاي صباحي أو مركا شبون إسكاي رحضو أينا كراها وي وجارون خلف الإمام إمام قد بديسا أو لا تهرو إمام قوائن ودقيسا إندو آخرين أي فاتحة كد ابن مرقاس إندا يرى ودا حيسا سكدا يرى وصوري وفاتحة هي قرسية حديو مرقاس سورة دمب بلا مرا ودقيسا إنا دادونا مرقا جاري سميسو وأذكر وقادو أي نوا كراهو حوص يادو آخر السميسا دو ديان إيسا واختصار كليا قبسي أيها إساقنا كراها وإسراع ددجين أيها كراهيا وتغميض بسره أرقي صعو إسوق أبطو الله با كراهيا إن خاف ضررا هديو لمكبقان أيو وإن ساقوا عضوديه لبدي سعودواد نكون جيه بجنبيه لبدي سدنا وبطني وإن ساقوا بطنه بفخذيه بوجيه سكون جيه أيضنا وكراه وحكراش أقول الله يا وقت صارون وحكره يا إنه مركه كل يقبسي واتين صوت الماء ما يقبق حلا جو تاجي هاي هل جو قعمي صديق يو إنتو استوم سارا مساو قبتين اللابطة هل كعديق يو لكن قبقي سوى تكرين وكل يا ساي سق قبص ضو أيده مركه سوى كراهه نبي جانو نصر الله عليه وسلم وادي لي سيحديث يا مركه أبو هريرة لقى ورينا يو البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي أي ورين أيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مقتصرا استجوا كليها يسني قينو تكذو أيودي ذي يعني نجيب حديث قصار هوانا إذا مر كأيضنا والله مد وإسراع عند دتشين سلادي ود دتشيو سلادي وعلى دون أيي سكاد سينياء أو حسلونية إنه تكذو إنه ددتشيو كجارسيو أما وحبان إسكسو رده يادنا إنه لحنا أكره وأن صلاة دي لغو حسلين ووحد أخريه سيئن لو في رسلين أيضنا واكره يودي خشوع دي أيه ماشك ساريسا وتغميض بسره أرق إنه اللابو إنه حيسو قبتين تتوكن أيو أيضنا كره هذا أيه كميتهاي إن غاف الضرر أن هذه مركة الضرر يلي باتو كعب غني إنه يكتب أدو حديث واحد بقى انه كبغنا ان ايسك عادي تاي ووسكو قبن كرا وواحد قال هي كبسونا حدو مرقا استراده ده واحد كو شوعيسا ان دهو سو قباتو ومرقا وها ميشن مشغولين اي ايو وها ميشن قموقدا اي مرقا او كينايسا ان دهو سو قبتا خشوعدا واحد بقى تكو بسونا ميلين وين ساق عضديه لبدي سعودودين كو دجيه بجنبي لبدي صدنا ومركو ركوع ايانا وصيدا مركا ايلادو مركو سجود ايانا ساي سجود ايشيو ايا ايدو نكرهيا واتنو نمركا دي سنياشو حكم داينو كبير ايو او مركا اللبدي سام مرفقيا حسن لدي ساينو دين عيدا كبير ايو ايانو صوشين وبطني وإنساق وبطني ايانو علوش ركود ايشيو بفاقيدي اللبدي سبوديو او مركا ساوي سقو فريسو وعيرو كبادو هو دي اسكو كوسن ايو مركا نقون ايا halkii laga doonayo marka deynu markaas sida intu isu kala bixiyo de isna godo si meel dhaxaada wariiba shaaficiyadu waxa ila waa rag oo gaar ah ee dumarku ayagu kuma jiraan oo xadiid marka mursala wa abu daawud warinayo ayay marka ay u daliishadaan in ka soo marka qoliyo kale xadiid gaasnaade waa mursal ila rag iyo dumarku marka waa isku mid wa iqaa'un waxa wa iqaa'ul kalb فدي أيين فدي أيين لو فريصو أيها يستقون لكرايين سيكرايين كم ذا ونقرة القرابي
qoraabka iyo tukaa degdegiisa iyo qodhabtiisa iyo kulwashadiisa ayaa yiran la karaysa waftiraashi sabuci bahalku ama dugaagu siduu markaa u goglado ayaa isagana la karaysa waitaanu lmakaani meel ka caada dhigasheed iyo laasimideed ayaa yiro kale kaytaani lbaciiri awrku sidau ama neefka geelahi sidau markaa meel u barriinsado ee u laasiya markaa wa gayruhaa iyo waxyaalaha gayrkeed ayaa karaahiye ah waxaa sheekhu leeyahy raximahullahu tacaala wa iqcaau lkalbi waxaa iyadana garaysaa fadhiga eyga fadhiga eyga ee manhiga ahee la diiday waxa weeye qofku inuu barida dhulka dhigo miskihiisa dhulka dhigo gacmahana dhulka dhiga markaa uu jilbahana intuu soo laabo uu taago markaa sidii ayga oo kale ayuu fadhiisanaya dee ayga intuu dib u fadhiisto yacnii kuwan horena saa u taaga oo intiisaa sarumana saa u taaga qofki intuu barida dhulka dhigo oo miskaha ku fadhiisto inuu jilbahana soo taago taa weeye markaa tan uu leeyahay iqcaaul kalb nahyi baana ku soo arooraya oo imaam alxaakim xadiid uu warinayo ayaa markaa masaladaa ku soo arooray bayhaqina isaguna waa warinayaa xadiidaasi asaanidu waraya walow uu daciifinayo imaamu muslimna caisha waxaa ku sugan kitaabiisa saxiixu muslimka caisha wa kaana yanhaa an cuqati shaytaan yacnii shaydaanka fadhigiisa ayuu nabigu sala allahu alayhi wasallam nahyin jiray oo uu diidi jiray xadiid kaloo axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan oo isagana la daciifinayo laa tuuci bayna aljalsatayn bayna sajdatayni fadhiga iqcaaqa la ydhaha fadhi ayga ah oo kale isagana ha samaynin haddaba iqcaaqa sida imaam albayhaqiba uu soo warinayo fadhigaasi waa laba qaybood iqcaaul kalbi waa laba qaybood midi waa kan oo waa kala diiday ka labaadna nabiga sala allahu calayhi wasalam waa ka ansaxay oo waa ka sugnaaday salaada dhexdeeda inuu samayn jiray si abu daawuud iyo tirmidi iyo ay warinayaan imaam albayhaqina sunan alkubraaga uu ku warinayo kaasi waxa weeye qaab aynu inta badan u samayno oo dadka qaarkood markaanay fadhigeen laba sood u dhexeeyo markay degdegayaan iyo waxa weeye inaad faraha labada lugood saa u taagto labadaada badhiyoodna aad cirhbaa saarto fadhiga noocaasna isaga waa nooq iqcaabaa la yidhahdaa laakiin isagu waa mid sunaa nabigu sala allahu alayhi wasallam uu samayn jiray huwa sunnatun fi ljuluusi bayna sajdatayn laba sood dhexdoodana mid loo fadhiisan karo weeye wa nuqratu lquraab tukaha markaa dadejintiisa iyo kala boodidda tukaha ayaa iyadana la karaayeysay nuqradu waxa weeye hadya goraale tukuu dee waxa uu curayo markaba intu soo saaraa buu kala soo boodaa waxa loo jeedaa inuu qofku sujuuddii u fudaydiyo oo aanu ku xasilin ee intuu saa markaa jeeruhawdhiga inuu kala soo boodo markaa sidii tukuu markuu cunayo oo kale ayuu markaa noqonayaa taasina iyaduna mid manhiya weeye mid khushuucdiina markii amirayso meesha ka saaraysa lana diiday weeyaan waftiraashu sabuc bahalka isagana goglashadiisa ayaa idinkaa siduu markaa u goglo sujuud oo kale waa inuu qofku labadii suxul intuu dhulka dhigo inuu markaa sidaa u fidiyo dee bahalaha markaa sidaas ayaguna yidhaahdo oo yeela taana markaas waa la diiday yahayo iyadana waa la diiday wa iitaanu lmakaani ka iitaani lbaciiri inuu qofku meel uun laasimo uu ka caado dhigto sida awrku markaas ama neefka geela baciir haddii waa labkii dhadigaboo ku dhacaaye geela weliba sii waaweyn baa xerada meel uun ka fadhiistaa inuu qofku masaajidka meel uun ka fadhiisto iyaduna karaha weeyo meelo fara badan inuu samaysa waayo meelkaasu ku tukadaa waa uma hadaqaysaa ciddii dee aan markaa imaamkaoo kale isagu dee meelun buu ku leeyahay muadinkoo kale meelun buu ku leeyahay yacnii aan ahayn dadka saasoo kale ah yacnii inay meel gaara markaa ay laasimaanoy markaa ka caado dhigtaan ayaa iyadu karaaha ah ee sii qabsashada runtii meel lasii qabsadana yacnii hore ayaynu in badan baynu ka hadallayo hadduu qofku markaa masaajidka ku jiro
wuu dhigan karaa markaa sabab gooriya sabab kale wax uu dhigan karaa haduu markaa xaajo u baxa ama meelaha dambe u baxana wuu ku soo noqon karaa oo wax dhiba ma leh laakiin masalada muranka iyo hadalku ku jira culimada qaarkoodna qasb iyo dhacba ay ku tilmaameen waxa weeye in duqowgu meeshii safkii hore iyo meelaha wax dhigto inuu iska shaqo tago dabeetana hadhowta uu yimaado dhibaatooyin badan baa ku sugan hadduu cala meeshaasi waa meel u dhacay dee meel la dhacayna salaadda kutugashadeedu waa bilaa ajar midda labaad dadkiibuu soo jiidayaa isagoo ugu dambeeyey markaa sida wanaagsani waxa weeye inuu halkuu ka soo gaadho qofku uu masaajidka kaga tukado shaaficiyadoo kale waxay yidhaha hadduu markaa qofku sii durtana wixii sii dhig waa arrin iska bannaan laakiin kii ka soo horreeya inuu iska riixa waa u bannaan tahay weliba waxay yidhaha lugtuu iskaga tuurayaa haddaad waxay yidhaha gacanta aad ku qaado oo dabeetana la xado gacan qaadida aad ku qaaday baa damaankaagii ku soo gashayo haddii la xadaa dhowadaa lagu yeelanaya laakiin lugta haddaad si ay iskaga riixdo oo qofkii laga qaato waxba lagaaga yeelan maayo wa itaalu lmakaani ka itaali lbaciiri wa kayru haabaa la karayeysaa inuu markuu rukuucayo madaxa hoos u dhiga iyo ayaa iyaguna karaya ama marka koru taago waxaa jira waxyaalo la diiday oo markaa xadiidu ay diiday oo xayawaanka in salaadda dhexdeeda la shabaho uu nebigu sala allahu calayhi wasalam diiday oo xadiidu bayhaqi warinayo aba hureyre laga warinayo waxa uu leeyahay rasuulku wuxuu na amray sadex waxaanu noo diiday daymood aan salaadda dhexe daymano si aad dacwiga oo kale aan u daymoonno iqcaa inaanu saa markaa daayeerka oo kale u fadhiisanno sidaa diigga oo kale inaanu markaa u fudaydino sujuud oon ugu dhufanno inkastoo xadiidkaa markaa la daciifiyey anasna markaa kaasoo kale ayuu sanad xasana kaga warinayaa samurana saasoo kale ayuu bayhaqi markaa uga warinayaa waxaa kaloo iyadana xadiid imaamu lbukhaari iyo muslimiya ay warinayaan sujuudda markaa ictidaal ku sameeya ayuu yidhi midkiina diraacaynkiisa iyo dhunnimadiisa yuu fidin sida aygu uu fidiyo oo kale oo dhunnimada saa qofku uu goglado waxaa kaloo xadiid isagana imaamu nasai uu warinayo cabdiraxmaan bnu shabal uu ka warinayo waxa uu tilmaamayaa anna rasuula sala allahu alayhi wasallam nahaa can thalaatin saddex ayuu diiday can nuqrati lquraab tukaha markaa kala boodidiisa waftiraashi sabc iyo bahalka goglashadiisa abar duwaaga wa an yuwatina alrajulu lmaqaama lisalaa kama yuwatinu lbaciir iyo inuu ninku laasimo meel sida uu markaa awrku meel uun uu u laasimo waxyaalaha kale iyadana dadka lagu ibtileeyey waxaa ka mid a ee iyadana nebigu sala allahu alayhi wasallam nahyay uu diiday bal u fiirso adugu dadka waxa sunnaha ahi dadka ma wada gaadhaan laakiin waxaan sunno ahayn ama aan jirin ayaa gaadha markaa la salaam naqsarayo saasay dadku wadayna gacmaha saasay u wada fidiyeen badidood nebiguna waa diiday sidaa farda markaa diday oo kale ay dabada u lulaan oo kale saasoo kale ayaan u lulin buu yidhiyo waa in farahaagii oo sidii ah iyo tii kaloo halkeedii haysta aad ku salaam naqsataa laakiin odhaada markaa saa la odhanayo waa minha iyaduna hal layska jiro wa itaanu ka itaan lbaciiri wa kayruha baabu maa yufsidu salaata salaadda wixii fasahaadinayay ee xumaynayay ayuu fasal yahay waxa weeye wixii marka ay salaaddu xidhanto ee ay guntanto waa wixii ku imanayay ee dabeetana goynayay ee fasaadinayay wuxuu yidhi sheekhu raximahu llah tacaala wa huwa xadathun waa xadath iyo weysadii oo jabtaa walow bilaa qasdin qasad la-aanba ha ahaadee wa kalaamu basharin hadal bini aadmi waayo camdan qofku hadla bixarfayni uu ku hadlo aw xarfin mufhimin ama xaraf wax fahansiinaya oo qofku ku hadlo waxaa sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala wixii burinayay salaadda ee fasaadinaya markay xidhanto ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa markaa dhowr iyo labaatan ayuu inoo sheegayaa sheekhu xoogay buu markaa beeqaamiya ayuu kala bixiyaa halka ay kutubta qaarkoodna ay ururiyaan marka wa huwa xadathun waa xadath qofkii oo ay weysadii ka jabto
أما ده جناب بابا يكوت مع الضو ولو بلا قصد بها أهاتئه لأنه الشرط يجي طهارضة هبا ميشا كبحي وحنا لا يقبلون السنة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ منك السنة ديسة إلى هيا يقبل ما يوم مركا وحدث إلا وكوي سيستو وامد وكلام بشر عمدا هذا البشر يبني آدمي أو سي عمد يبريره وقهد له بحرفين إلا بحرفين وحفانسين إما أو حرف نوفي من أما حرف وحلق فهم أيوه إما قئس كإيراني عيو حاوه إليه ويهي لأنه وحنا يتاود لشري حديث كبخاري مسلم ورين أيان إن حديث كمرقى ننكي سحابي كهاية سرد لحده ذا كوهن لصي أي رحمك الله يلي وكي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلع فيها شيء من كلام الناس واحد ذلك معاوية بن الحكم بوها حديث يسيما مسلم يا ورينيا صلاة نمصوا بمو أو مهبون واحد ذلك هذا الكود أهي أما هذا الكاسوع على فهم ميو هذا هذا مجح فانسيني أما يو أهان حديث لكن دي واحد يعمد بان الوبرين رأي حديث مركا ومثلا دي عرب جواب غير غامو إلا هو أما مركا ودي حارني ماذا بكتشا إلى وقت يسونا دوية يصوي السلامي أما ميلعون ماذا كبقوا كبر باري صلاة دي مركا وحبك كان نقول ما يصو وعن كلام بشرة دي هذا الكل إله هي الآخرين أيو إيا ذكر جاني يدعى ذني أيو ولا صلاة دي حبي يلي ما يرد ووحي صلاة دي بكا كوبنيد ومفطر وحي أفرين أيي قفقي مركا صومنا وحي أفرين أيي أي يساقنا صلاة دي تشبين أيي وفعل كثير فعل فربذن بها يسنة تشبين أيي ولو ساقن بها هذه وقهقهة قصر عدل السعداء أي أبرين أيسا وفعل ركن ركن سمينتي أو طول زمن أما وقت الليل راضي مع شك للقى في النية وكشكي ونية خروج منها نية ونيك بحدد وعزم على قطعها أي ساق وقوستا شريد وتردد في ساقنا ونوضا شريدا وتعليق بشيء ساق وحكو على وصرف فرد يفر نوعي إلى غير وحكالين وعشاق الله رحمه الله تعالى ومفطر وحي أفرين أيي قفق صومن أيا كتشبين أي صلاة دي مثلا دي علوشي سي أيو وحقار سي عند أيا قاري أما شراب أيو قار سي وعشاق يسامرك صلاة دي سيوحان أيضا ما أبطل صلاة ما أبطل صوم أبطل الغضوء وحي سوم كتشبية صلاة دلو كتشبية وعند أي عبيدة دو صلاة دلو حديث كتشبية وكتشبية لأنه قف يقول عيار يسوى صلاة كتشبية وفعل كثير فعل يفل فربضا وكين سيجي صلاة أنا هين صلاة الخوف نأن لقو تشبين سيجي كتشبين إياه صلاة الخوف اللقو تشبين صلاة الخوف قراع يبوك يدنبا اللقو قل يا إيضا صلاة الخوف نأن لقو متشبين إنه مركع فعل الله ربضنا أشين سجي صلاة أنا هين إلا صلاة فعل بين لذي أو واحد لذي ركوع بين لذي أو توسيد بين لذي أو فريسة شيء لذي أو سكعيد بين لذي فعل الله أن مركع فعل الذي صلاة هين أو ربضنا ولاي ما دو أيها يسقون برين أيها أو ده سا إسك تلاعب ذي إيو إسك صعد كي أو كرا إيو إسك فورس إيو أيها برين أيها تهي قار قد با مرقا يمي كاين كسينو ميلي لكو غالي دور دي عدو موبيل يوخلا صدع على قيم انتو اسكا غفور رصدو انو مرقا صوقا دو فعل كافرا بدنا دي وينو حبي وين وليبا وكيما داية فراها اوكرا اي حرباها اوكرا اي انو كايما نين ولو ساوا نساوي بها هذا هو صمي اي لانو وحلا اسكايرا لين كراو اي دي حدي مركه وفربتنا هي ادي يقاب كي صلاه دوما ميشا كساريا ساسا مع سوي سي مركه لو ديدن هي لكن ادو يري حي لي ماي او تا وحي كو حماري عدد يا سايحين ان امام ان انت اوغا وها وقاداي اسغو توكنيا مركو سو اسك دغي مركو كعنا وا قاداي
cunto yaroo kaloo camdi maca alcilmi ayana waa burisaa bay yidhahdaan. Wa qahqahatun, qahqah ayaa burinaysa iyadana. Qosol markaa uu dee cod la socdo, laakiin haddii markaa iska dhoola caddeeyo salaadda xogan muse, laakiin qahqahadaasi iyaduna waa ka burinaysaa oo dee salaaddii bay infinaysaa. waxaa kaloo ayana salaada jibinaya buu leeyahay waa ficlu rugnin, rugni iyo tiir samayntii arkaandii salaada kamida, maca shakin finiya sidaa dhe iyadoo niyadii ka shakisan yahay. wartalow ma niyaysaba salaadii isagoo ka shakisan, hadduu ficil say waxa idinuu joojiyo dee dib u soo niyeeyuu soo xidho. haddii markaa uu rugni iska sameeyu iska rukuuco ama iska sujuudo isagoo niyadiina ka shakisan, salaadiisini waa buraysaa. ama aw tuuli zamanin, ama zamanka iyo waqtigii shakigaa dheeraaday, rugni weli muu samaynin, laakiin muddo dheer ayuu taagina, ayuu ka shakisanaa niyadii. taasna iyadana salaadii markaa waa kaga buraysaa, laanno asalkeedi salaaddu markaas ay niyadii ayaa dee khalkhal u galay. waniyatu khuruuji minhaa, niyo ka bixid. wuxuu niyeeyey salaadii inuu ka baxo meesheediina ma aha, meeshii niyatulkhuruuj waxay lahaydna ma aha, ilaa niyatulkhuruuj waxay leedahay salaam naqsiga agteeda. markuu atixiyaadkii iyo adciyadii dhammeeyo ayuu dee niyeynayaa inuu salaadii ka baxo, markaasuu assalaamu calaykum, assalaamu calaykum odhanayaa. markaa meelaan meesheedii ahayn hadduu niyeeyey inuu kaga baxo, iyadana waa salaadii waa ka jabaysaa. oo markaasuu niyey waa cazmun calaa qadcihaa, iyo inuu goosto inuu salaadii jaro, wuxuu goostay salaadii inuu jaro. waa isku dhow yihiin markaa cazmi iyo niyadu waa isku dhow yihiin. wa taradudu fii, ma goysaa ma ka baxda mise waad ku jirtaa ma isku qabta, ama yacni wuxuu goostay waa cazmun calaa qadcihaa inuu jaro, raycaddaa markuu tukado wixii ka dambeeyay inuu salaadii gooyuu ka baxo. wa taradudun fiihi, kuna qooshatalo ma ka baxdaa ma ku jirtaa. wa tacliiquu, jariddii oo bishay inuu ku xidho, yacnii qolo socota ay hadday halkaas soo marto gaariga haddii la istaaro iskaga bax buu leeyahay, ila gaari kari maysidi. waxaasoo dhammi waxaa la doonayay niyada salaada inay markaa daayimto, oo ilaa intuu dee salaadaa galay ilaa iyo intuu ka baxayo niyadii ay joogtaabay ahayd. markaa arrimahan oo dhammi salaadii ayay infinayaan, niyadii ayay jarayaan, markaa salaadii waa ku buraysaa. wa sarfu fardin, faral u weecintii, wa sarfu niyati fard, niyo faral oo u weeciya ilaa kayrihi, wax kale ayaa iyana karaahiye ah, ayaa iyana waxyeeli salaada fasaadinaya ah. masalan faral buu ku jiray, wuxuu niyeeyey inuu sunno ka dhigo salaad, faral labu galay wuxuu yihi sunno ka dhigo. ama faral buu ku jiray salaad faral, faral kale ka dhiga buu yidhi, ayana markaa salaadii ayay taasina infinaysaa. laakiin meelo taa la ogol yahay baa jiro, oo haddii uu masalan keli yahay keli buu salaadii u xidhay. socotaa wada haydo, waxaa doontay inaad iska socoto, deetana salaadii waad xidhato. jamaacadii ayaa markaa la aqiimay inaad markaa sunne aad u rogto ayaa ku bannaan markaa, si adee jamaacadan aad ula xidhato oo aad u gaadho. waana dege sideedaba waad ugu xidhan kartaaba, adoo markaa ku jira nabaad ku xidhan kartaaba. markaa wa sarfu fardi niyatu fardin, niyo faral inuu u weeciyo ilaa kayrihi, kayrki inuu weeciyo ama sunne ama faral kale ah isaguna waa salaadii ayuu markaa fasaadinaya, u jabinaya. waxaa doonaya wixii aad xidhatay ee aad niyeysay inaad siisa ku dhammaystirto. wa kashfu cawratin, cawro faydideed ayaa iyaduna karaaha, yacni waxyeeli salaada fasaadinaya ah. ilaa an kashafa naxwu riixin, dabayl iyo wixii lamid inay faydaan mooyaane, oo fasatarahaa xaalan, markaba waa sura mooyaane. cawrada in la suraa waxay shuruudda salaada. markaa waxaa salaadii fasaadinaya wa kashfu cawra, cawrada faydideeda,
meel cidlaba aad joogtay haddaa kashfu waa ficil adigu aad nadad fayday ood samaysay taa iyada way buraysaa ilaa wankishaafu lcawra in lam tusar xaalan baynu safiinaha kusoo maraynin inkishaaf waynay faydintu halkeenna waa inaad faydo haddaad adigu faydo ood cawradaadii mujisa waa kaajabaysaa ilaa an kashafa naxwu riixin dabayl iyo wixii la mid a inay markaa faydaan iyo markaa dee ilmo yaroo kale ku qabsoo kaa rido oo kale oo fasataraha xaalan markiiba waa suray taa salaaddu markaa ku anfin mayso oo salaaddii ku fasaadi mayso leannoo gaboodfalla muu samaynin dee markiibana waa kan markaa dee asuray ee qariyey. Dariska qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam.